إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد في قناة العلم نعرف الكذب. اليوم يعني وجدت نفسي أننا بعدنا شيئا ما عن الفوركس، عن العملات، عن عملات يعني عن سوق الفوركس أو العملات، سوق العملات الأجنبية. فإن شاء الله اليوم سنقوم بتحليل مفصل لعملة الدولار ين. هناك إخوة طلبوا مني ذلك وسنقوم بذلك إن شاء الله، لأن القناة هي مخصصة لتعلم التداول، ليست مخصصة فقط للعملات الرقمية. قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، سأضع لكم في الوصف، في صندوق الوصف، هذا هو الرابط. في هذه القناة نضع يعني عروضنا وآخر عرض ودورتين بسعر دورة واحدة، تحليل موجة البرايس أكشن، كذلك نضع فيها أرباح المشتركين في دوراتنا التدريبية والأرباح التي يحققون، يعني هناك من يحقق 75%، 100%، 53%، يعني الناس اللي هي مجدة واجتهدت. كذلك سترون آراء المشتركين صوت وصورة حتى تكون لديكم الصورة واضحة أصدقائي عناتي الدورة. كذلك أدعوكم إلى الذهاب إلى الموقع beprowavetrader.com، beprowavetrader.com. هناك بعض الكتب التي أنصحكم بتحميلها، خصوصا الدليل الأساسي للشموع الياباني، وأنصحكم كذلك بقراءة المدونة، ستجدونها في الأسفل، اضغطوا على المدونة وسترون بعض المقالات. أوكي، إذن تحذير، التداول هنا خطيرة، يمكن أن تخسر أموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة هو ده مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية، إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول، مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العلم يعرف الكذب لا تتحمل أي مسؤولية، بالتالي إذا قمنا بالتحليل فما عليك إلا المشاهدة ومقارنة ما قلناه بالذي سيحدث في المستقبل، وإذا أعجبتك الطريقة يمكنك الاشتراك معنا، فقط راقب وشاهد. طيب ماذا لدي في اليو اس دي جي بي واي؟ تعرفون رمز اليو اس دي جي بي واي، يعني حتى يعني الدولار ين، هو هذا الرمز في سوق الفوركس. وماذا لدي؟ اذا انا اريد ان اشتغل فقط على اخر موجه دافعه التي تظهر لي، وانا ذهبت الى فريم الشهري، وفريم الشهري ابدا منه دائما لارى التفاصيل، اولا لارى قصه، والقصه قصه هذا اليو اس دي جي بي واي او الدولاريان تقول لي ان هذه الموجه قويه، هذه الموجه قويه، بالتالي كل ما سياتي بعدها بالنسبه لي هو تصحيح. فقط المهاره اين تتواجد؟ المهاره تتواجد في معرفتك كيفيه ترقيم وتحليل هذا التصحيح، لانه بعد التصحيح اكيد ستحصل على مثل هذه الموجه الدافعه، موجه دافعه تصحيح، موجه دافعه، موجه دافعه تصحيح، موجه دافعه، موجة دافعة تصحيح، موجة دافعة أكيد. فقط يجب أن تتأكد من ترقيم. إذن أنا بالنسبة لي مستويات مهمة، هذا المستوى مهم، هذا المستوى مهم، وهذا المستوى مهم. طيب لماذا هذه المستويات مهمة؟ ليست لأن هذه عموم مقاومات، لا، لأن في هذه المستويات ستكتمل بنية هذا التصحيح. طيب كيف؟ يفترض أنه بعد الموجة الدافعة أحصل على تصحيح، هكذا أنا بعد الموجة الدافعة في الدولارين، لاحظوا كل هذا يعطيه لي فريم شهري. أولا لدي موجة قوية، لاحظوا هذه موجة قوية، مما يعني أنه دائما عندما تكون لدي موجة دافعة ثم تتبعها موجة قوية، يا إما سأحصل على تصحيح هنا في الوسط ولن يكسر هذه القمة ويعود ليكسر القاع، هذا هو النموذج الأول وأسميه regular flat، وهذا كذلك نموذج استمراري ليعطيني تلك الموجة الدافعة، هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني هو إن كانت كذلك لدي موجة دافعة في أول موجة للتصحيح، أتوقع أن تكون هذه الموجة تصحيحية وقد تصعد تكسر القمة ثم تعود، قد تكسر القمة، يعني لما أقول تكسر القمة ليس بالضروري فقط تكسر القمة وتعود، يمكن أن تصعد وتصعد 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 وفجأة بوم وتعطيك هذا النموذج الذي أسميه running flat، وهذا كذلك نموذج للصعود. تلاحظون كذلك آخر نموذج يمكن توقعه في هذه الحالة هو النموذج الذي يكون فيه موجة دافعة ثم يصعد 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 يكسر قمة بقليل جدا ثم يعود يكسر القاع، وهذا يسمى expanding flat. إذا هذه النماذج كلها محتملة في هذا، في هذه المنطقة، كلها محتملة في هذه المنطقة. طيب انطلاقا من هذا الأمر، انطلاقا من هذا الامر يجب ان يعني سانطلق من هذه التوقعات ومن هذه النماذج لاحلل هذا التصحيح. طيب جميل جدا. الان
لاحظوا ماذا لدي، لاحظوا ماذا لدي، مهم جدا أن أشرح لكم الأمور بالتفصيل. لاحظوا، لدي موجة دافعة ثم موجة دافعة ثم هذا التصحيح. لاحظوا التصحيح كيف، هذا التصحيح هو مفتاحي لحل هذا اللغز، لغز هذا التصحيح الكبير. لاحظوا هذا تصحيح صغير وسط تصحيح كبير. طيب كيف سأحل هذا اللغز؟ أولا سأتوقع مثل هذه، لما أرى هذا التصحيح سأتوقع مثل هذه الموجة هنا لكسر القمة. تلاحظوا لماذا قلت لكم هذه القمة مهمة؟ عندما يتم كسر القمة ستكتمل بنية هذه الموجة 1 2 3. بعدها عندما تكتمل سأتوقع أن نحصل على هذه الموجة هنا. لاحظوا عندما يتم كسر هذا القاع ستكتمل بنية هذا التصحيح 1 2 3. هنا سيكتمل هذا النموذج الذي هو regular flat، وهنا كذلك سأتوقع الصعود، ذلك الصعود الذي أتوقعه. تلاحظون هل هذا السيناريو هو الذي سيقع؟ الله أعلم، لكن هذا هو توقعي حاليا. طيب نفترض أنه بقي السعر يصعد، كسر هذه القمة ولم ينزل وصعد، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه خلاص سنحصل على هذه الموجة في المستقبل هنا، وتكون هذه الموجة 1 2 3 هي الموجة التصحيحية، وسنحصل على هذا النموذج الذي قلنا رانين فلات للصعود. تلاحظون اذا هذان هما السيناريوهان اللذان اراهما لحد الساعه. هل تتغير البنيه؟ ممكن تتغير بعد شهر اسبوع اسبوعين ممكن، لكن هذا هو الذي اراه الان. اذا اتيحت لي فرصه للشراء ممكن ابحث عن الشراء الى هذه القمه، الى هذه القمه. ولا تنسوا اننا تقريبا لدينا اكثر من 500 نقطه للربح. طيب جميل جدا، اذا ممكن ان انزل الى فريم اليوم الان وابحث عن فرص للشراء لكسر على الأقل تلك القمة. أوكي طيب، إذا ماذا لدي؟ لدي، كان لدي هذا النموذج. لاحظوا موجة دافعة تصحيح ثم موجة قوية، جميل جدا. طيب الآن ماذا لدي؟ لدي هذه الموجة وهذا التصحيح رانين فلات ثم صعد السعر 1 2 3. أي تصحيح كبير هنا مثل هذا التصحيح سيمكنني من الشراء إلى كسر القمة. أريد أن أرى تصحيحا مثل هذا التصحيح هنا، على أساس أن هذه الموجة هي دافعة. الكثير سيقول أن هذه هي 1 2 3 4 5، لا، هذه الموجة ستكون على شكل W X ربما Y X في منطقة معينة ثم Z. طيب لماذا؟ لأن هذه الموجة لا تحترم شروط 1 2 3 4 5 إليوت، لا تحترم شروطها. طيب إذن أريد أن أرى، إذا أردت الشراء على المدى الطويل، لاحظوا على المدى الطويل لكسر تلك ال 500 نقطة أحتاج إلى هذه الموجة، أحتاج إلى هذا التصحيح هنا، قدر هذا التصحيح هنا أو أكبر منه، أو أكبر منه. إذا كان أكبر منه، إذا كان تصحيحا أكبر من، يعني إذا وجدت أنه أصبح لدينا تصحيح أكبر من ذلك التصحيح، فهذا سيقول أن هذه كلها أصبحت موجة واحدة، وهذا أحسن بالنسبة لي، وهذا سيصعد ليكسر على القمة، وستكون هذه الموجة على شكل A B C، لأنه ستكون هناك دايفرجنس هنا في المقدى. طيب إذا سواء حصلت على تصحيح هنا كبير مثل هذا التصحيح أو أكبر منه، هذه الأمور التي سأبحث عنها. طيب إذا يجب أن ننتظر، نحن لا تنسوا أننا في فريم اليومي. طيب إذا نزلت إلى فريم 4 ساعات، هل بدأنا في تصحيح؟ نعم بدأنا في تصحيح، موجود تصحيح. طيب هل هذه الموجة مكتملة بنيتها كي يبدأ لدينا التصحيح؟ أريد أن أضع المقدي هنا فقط لرؤية بعض الأمور. طيب لاحظوا هذا التصحيح كيف هو غريب، هذا كونتراكتين فلات، يسمى كونتراكتين فلات. طيب لدي موجة، أين بدأت الموجة؟ بدأت من هنا، نعم بدأت من هنا، تصحيح ثم صعود. لاحظوا الآن بدأنا في تصحيح كبير أكبر من هذا التصحيح، جميل جدا. إذن هذا تصحيح لازال لم يكتمل بالنسبة لي أنا، لازال لم يكتمل، إذن سأنتظر لدي هذا السهم حتى يوريني ذلك التصحيح الذي أنتظره، حتى لا أتسرع في الدخول في صفقات، حتى لا أتسرع في الدخول في صفقات. إذن لدي موجة واحدة، ثم لاحظوا هذه الحركة قوية، إذن خليه ينزل ثم يصعد، يعطيك هذه الموجة ثم ينزل، هذه الموجة الأولى، ثم أريد أن أرى تصحيحا يصعد هكذا موجة تصحيحية ثم يعود، هنا يكتمل هذا التصحيح الذي أريد للشراء. لأن هاتي لاحظوا هاتي كلها موجة واحدة وأريد تصحيحا كبيرا لها،
تلاحظون. إذن التحليل الموجي يخول لك أن تنتظر تلك الفرصة التي تريد. يعني أنا أعرف أنني أريد أن أنتظر تصحيحا على هذا القدر مما يمكنني من عدم الدخول متسرعا في صفقات، عدم الدخول متسرعا في صفقات، وانتظار الفرصة المناسبة للدخول، انتظار الفرصة المناسبة للدخول. إذن أنا أتوقع أن يبقى هذا اليو اس دي جي بي واي هنا لمدة طويلة. ماذا لو صعد السعر الآن وكسر القمة؟ لن أدخل، لن أدخل، لأن ستكون لدي دايفرجنس. لاحظوا، سيكون لدي دايفرجنس، يعني لاحظوا هنا أصلا بدأنا في الدايفرجنس، تلاحظون ستكون لدي دايفرجنس، سيكون لدي نقص في الزخم. يعني تدخل هنا يعني السعر غالي جدا، فبعد ما يعني فقط تدخل وستجد أن السعر بدأ يرجع مرة ثانية، ويعطيك ذلك التصحيح الذي كنت تنتظر. لذلك خلوه يصحح، وبعد ذلك يمكنني أن أدخل صفقات شراء. تلاحظون، إذن الآن لدي هذا السهم، سأنتظر إلى أن يكتمل هذا السهم، وعندما يكتمل يعني يعطيني تصحيح، يصعد ثم يعود مثلا ثم يعطيني تصحيح هنا، يعني أريد أن أرى تصحيحا يكون كبيرا لكل هذه الموجة الآن. لأن لاحظوا كم السعر صعد، يجب أن يرتاح، ويجب في مرات يرتاح ارتياحا صغيرا، ولكن في مرات أخرى يرتاح ارتياحا كبيرا. نحن أفضل الصفقات التي يجب أن نأخذها عندما يكون هناك ارتياح كبير، هناك تصحيح كبير، ديسكاونت كبير. وعندما أحصل على هذا التصحيح، أي موجة دافعة زائد تصحيح يمكن البحث عن الشراء. إلى أين؟ إلى ذلك الخط، تلاحظون، إلى مستوى 118.79، يعني 500 نقطة تقريبا. تلاحظون، هكذا نقوم بالتحليل باستعمال التحليل الموجي والبرايس اكشن بطريقه منطقيه. اذا هذا هو تحليلي، هذا تحليلي على المدى المتوسط والطويل بعض الشيء. نتمنى يعني انكم تستفيدون من هذه الفيديوهات، اتمنى ان تفجروا لايكات، ان تشاركوا هذه الفيديوهات مع اصدقائكم حتى يستفيدون مما نقوم به. واذا رغبتم في ضبط هذه الامور اكثر واكثر واكثر، ما عليكم الا استغلال العرض دورتين بسعر دوره واحده، والاشتراك في دورتي التحليل الموجي والبرايس اكشن بطريقه منطقية أصدقائي. ولا تنسوا أن العلم لا يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حبيت أنشر الفيديو هذا للمرة الثانية بخصوص الأخ وسام، الله يجزيه خير. دخلت معنا في دورة التحليل الموجي والبرايس أكشن، وصراحة كانت مفيدة جدا جدا. دورة التحليل الموجي كل الدروس وضعت فيها، لكن دورة الأكشن برايس أكشن لم تنتهي بعد. بس أحب أقول بكل صدق وأمانة أن أنا استفدت كثير جدا جدا، والحمد لله دخلت في صفقات وربحت فيها، مع أنني لم أكمل الكورس حق البرايس أكشن إلى النهاية. وأنا أنصح كل شخص يعني أن يشترك في هذه الدورة لعدة أسباب. أولا أنها دورة يعني مفيدة جدا وقوية، وتعتمد على المنطق اللي هو أكثر شيء. يعني جميع التحليلات تجد تحليلات مختلفة ونقاشات مختلفة وناس يحللون بشتى الطرق، لكن لا يوجد تحليل منطقي، وهذا أساس الربح في السوق التحليل المنطقي. فإن شاء الله ستجدونه في هذه الدورة. وأكرر شكري للأستاذ وسام، وأتمنى مع تمنياتي للجميع بالتوفيق إن شاء الله. هناك نصيحة أخيرة أحب أن أهديها للإخوان اللي مشتركين في التحليل الموجي، لا تتسرعوا في مراجعة الفيديوهات، راجعوها مرة واثنين وثلاثة وأربعة حتى أن ترسخ في أدمغتكم، لأن كل كلمة فيها مهمة مفيدة وقوية جدا. فحاولوا تستفيدوا قدر المستطاع، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخ وسام، الكورس كان في جد المستوى رائع جدا، تحليل الموجي رائع. يلا دابا في استديو الفيديوهات وتجرب في الدمو اكونت وتعطيني نتيجة رائعة، وتشكرك بزاف على هاد الكورس هذا. وحتى الان احسن كورس اللي شتو في الدوري العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ وسام، تحية طيبة ليك، وأيضا تحية للإخوة المتابعين ليك في القناة وفي الجروبات التحليل الموجي والبرايز أكشن. حبيت اليوم أن ندلي بشهادتي اللي هي شهادة أمام الله،
إن الصراحة الدورة بتاع التحليل الموجي شيء خيالي وشيء رهيب. ما نقدرش نقول لك إعجاز، هي فاتت الإعجاز الصراحة. يعني الواحد يعني زي ما بنقولوا احنا، بنقولوا لن راسي وقف من بعض التحليلات ومن بعض الأماكن اللي كنت نخش فيها، كنت نخش عكس القوة، عكس اتجاه، عكس الاتجاه كنت نخش. يبدأ الاتجاه بيعي، نبدأ في، اكتشفت ان هنا في من مرات كنت نخش في اتجاه شرائي، هو اتجاه بيعي، يعني عكس التيار. فالصراحة بارك الله فيك، مشكور جدا 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 على شرحك اللي هو بنية صافية، وينم على أنك إنسان تبارك الرحمن ما شاء الله عليك. يعني تعطي في الحاجة، تعطي فيها بخاطر، وتعطي فيها من كل قلبك، وكأنك تسأل الأجر من الله قبل لا تسأل الأجر على الدورة. يعني بارك الله فيك الصراحة. نحب ننصح كل الإخوة اللي متابعين ليك في القناة، في قناة اليوتيوب، ومترددين انهم ياخذوا الدورة. الدورة مفيدة جدا، انا لست متداول نهائي، بس مجرد انا واصل تقريبا في الفيديو السادس. انا اتفرجت على جميع الفيديوهات سريعا، بس طبعا ضروري من التكرار، فانا في التكرار واصل للفيديو الخامس او السادس في التكرار. صراحة كل ما نعاود الفيديو كل ما نكتشف معلومة جديدة، كل ما نعاود الفيديو كل ما نكتشف معلومة جديدة ومفيدة. المهم تقريبا لي 10 أيام أنا داخل في الدورة، ما دخلتش ولا صفقة نهائيا. امبارح بس خشيت في صفقة، طبقت استراتيجية نقص الزخم، ونقص الزخم مع التصحيح، وطبقتها في اتجاه معاكس. يعني انه هو كان هبوطي، زي ما عارف انت البيتكوين نزل ونزل معاه جميع العملات. ف توكلت امبارح على الله وقلت خلي نجرب نشوف، يعني نقدر ان هل انا استفدت من الدورة ولا لا. تصور اخي الكريم ان ساعة ونحلل في الشارت، وتوصلت وخديت قرار اني نخش، خشيت بمبلغ مستعد اني نخسره، ما عنديش فيه اشكاليه، مبلغ صغير يعني، ودرت وقف الخساره وكذا. صحيت اليوم الصبح لقيت التحليل، النتيجه كانت زي ما تقول انت بالبيبس، محققه 11000 بيبس، يعني محققه 330% مكسب. فهو هذا، يعني حبيت نقول شهادتي، حبيت نشكرك، بارك الله فيك على مجهودك الطيب الرائع المخلص، اللي الصراحة أنا شخصيا نتمنى أني في يوم من الأيامات نتقابل معاك، نزورك في المغرب، ناخذ دورة مباشرة معاك لو في المستقبل درت دورات بإذن الله. فشكرا جزيلا ليك وتحياتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بإخواننا في قناة العلم لا يعرف الكذب الأستاذ وسام. أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ وسام على الدورة التعليمية المفيدة جدا، بها كم هائل جدا من المعلومات مشروح بطريقة مبسطة وفي متناول الجميع، تمكنك حقا من تجنب الخسارة والانتقال كما يقول دائما الأستاذ وسام، الانتقال من 95% لوزرز إلى الفائزين 5%. لذلك أحب التوجه بالشكر الجزيل للأستاذ وسام على المعلومات الهائلة جدا، وعلى التغيير الذي وقع على مستوى حتى طريقة إدارتي المحفظة، وطريقة التعامل مع السوق وقراءة الشارت، ورؤية الاتجاه بشكل واضح جدا من خلال الدورتين المهمتين جدا، دورة البرايس أكشن والتحليل الموجي. دمتم في رعاية الله، وشكرا جزيلا مرة أخرى للأستاذ وسام.